وبشأن التوتر بين طهران وواشنطن بعد رفض مجلس الأمن تمديد حظر بيع السلاح لإيران، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، مرحبا بكم. الولايات المتحدة اتهمت الدول التي عارضت تمديد حظر الأسلحة على إيران، اتهمتها بأنها تقف مع الإرهاب. برأيكم ما مدى استفادة تلك الدول من النظام الإيراني لتمتنع أو تصوت ضد قرار تمديد حظر الأسلحة؟ نعم، أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الفرصة. حقيقة الدول التي رفضت تمرير هذا المشروع في الأمم المتحدة هي دول اعتيادية واضحة في مواقفها تجاه إيران، مثل روسيا والصين الذين قاموا بالفيتو تجاه هذا المشروع، بالإضافة إلى كثير من دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا منذ أول يوم للمفاوضات ومنذ غرائز 2020-31 الذي غضى بالاتفاق النووي، هم كانوا ماسكين العصا من الوسط، اي كانوا يعملون اتزانا بين سياسات الولايات المتحده وبريطانيا من جهه والصين وايران وروسيا من جهه ثانيه، بالتالي الاتحاد الاوروبي واضح في قراراته تجاه ايران، وهم يريدون ان يكسبوا المنافع الاقتصاديه والمصالح الاقتصاديه في ايران وفي الشرق الاوسط، كما هناك دول لامريكا ولدول اخرى، بالتالي الاتحاد الاوروبي دائما كان يريد أن يحافظ على الاتفاق النووي ويريد أن يعطي إيران بعض من التسهيلات مثل رفع حظر الأسلحة ورفع العقوبات الاقتصادية تجاه النظام الإيراني حتى يستطيع أن يدخل إلى الأسواق الإيرانية. أستاذ طارق، صحيفة أمريكية تقول إن رفع حظر السلاح عن إيران يعني ربما تكهنت، ربما سيشعل حربا إقليمية واسعة، لكن هنا هل تعتقد أن إيران التي تعاني من أزمة اقتصادية وذلك باعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني يمكن أن تخوض حربا كبيرة في المنطقة؟ النظام الإيراني يستطيع أن يقوم بمغايظة أو بمساومة تجاه بعض من المصالح وبعض من الثروات الموجودة لديه، كما باع الجنوب الإيراني مناطق الأحواز النفطية والغازية إلى الصين في عقود تطال 25 عاما منذ الآن، ولكن هذا الموضوع فارق كبير بينه وبين خوض الحروب، لأن خوض الحروب النظام الإيراني يحتاج إلى رؤوس أموال وإلى أرصدة كبيرة مالية تستطيع أن تدافع وتحمي 80-90 مليون من عدد الإيرانيين، هم بحاجة إلى اقتصاد قوي حتى يديروا داخل البلاد ويديروا المشاريع الاقتصادية داخل ثم يفكروا بالحرب، ولكن نتيجة رفع حظر بيع الأسلحة إلى إيران ستكون هنالك بيع أسلحة من جديد، وسيكون هنالك تبضع لشركات السلاح في منطقة الشرق الأوسط حتى تستطيع أن تبيع على الدول المتشاطئة مع إيران في الخليج العربي، بالتالي هذا المشروع وإن رفض هذا المشروع هو سيخلق حالة جديدة من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، لأن كما تعرفون الدول الخليجية هي التي قامت بقيامها بمشروع رفع بتمديد رفع حظر السلاح الى إيران، بالتالي هذه الدول تشعر بالخطر وتشعر بالخوف وتشعر بالتصعيد الاتي من عدم تمرير هكذا مشاريع. استاذ طارق، في تصريح لوزير الخارجيه الالماني يقول انه يجب تغيير الدور الخطير الذي تلعبه ايران في المنطقه. كيف يمكن فهم هذا التصريح من قبل ألمانيا؟ هل تعتقد أنها غيرت مواقفها من طهران؟ لم تغير ألمانيا مواقفها، كان لألمانيا دور في قطع أذرع إيران في منطقة في ألمانيا وفي حتى في الاتحاد الأوروبي. طيب. كما قاموا بمنع نشاطات إيرانية، بمنع نشاطات حزب الله، ولكن في المصلحة العامة الألمانية والمصالح الاقتصادية الألمانية هنالك دور كبير لشركات عملاقة ألمانية مثل زيمنس وبينز وشركات أخرى التي كانت موجودة في إيران وتريد أن ترجع على الأسواق الإيرانية، ولكن بفعل وجود عقوبات دولية وأممية على إيران خرجت هذه الشركات من إيران. الآن ألمانيا متمسكة بنفس الموقف كما هو موقف الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، ويريدوا أن يرجعوا إلى الأسواق الإيرانية ويريدوا أن يغيروا من سلوك
سلوك الولايات المتحدة وبريطانيا ضد إيان، وحتى يريدوا أن يقوموا ببعض من الوساطات بين إيان وخصوم إيان الإقليمية مثل بعض من دول الخليج العربي وأمريكا، حتى يستطيعوا أن يجلبوا الجميع على طاولة المفاوضات من جديد، ويستطيعوا أن يغيروا رأي الولايات المتحدة ويرجعوها إلى الاتفاق النووي المنعقد في 2015. أستاذ طارق، هناك من يرى أن التغيير المقصود هو تبديل رجال الدين الممسكين بمقاليد الحكم في إيران بعسكريين، لكن هل طبيعة الجيش والميليشيات في إيران تسمح بذلك؟ هذا أولا. ثانيا، هل يتقبل الشعب الإيراني هذا التغيير الاستراتيجي؟ طبيعة الحكومة الإيرانية لا تقبل هكذا تغيير، لأن أولا الإعلام الأمريكي وبعض من أوجه المعارضة الإيرانية تقازل رجالات وعناصر الحرس الثوري، لكنهم لا يعرفوا أن الحرس الثوري وحتى منظومة الجيش الإيراني تلك المؤسستين هم لا يقوموا بأي قرار إلا بأمر من الولي الفقيه، أو حتى الجيش الإيراني الذي هو ليس في قائمة الإرهاب الدولية هو يعني ينفذ إملاءات وأجندة تابعة لولي الفقيه. بالتالي اليوم الحرس الثوري الإيراني المنظمة الخطية الإرهابية العالمية، وهي تمسك جميع مفاصل الدولة في إيران، وتمسك الجمارك في الجنوب، وتمسك الاقتصاد الإيراني، تتحكم بها يعني البيت الإرهابي أو بيت الغائد وهي الولي الفقيه. لا. هذا من جانب. أما من الجانب الثاني وتقبل هذه الفكرة، وهل إيران منفتحة على هكذا انقلابات عسكرية في إيران؟ لا أستطيع أن أجزم وأقول أن النظام الإيراني والشعوب داخل إيران لا تستطيع أن تغلب هذه الأمور، ولكن يعني تكتيكيا النظام الإيراني ماسك ويعني فارض سلطته العسكرية والديكتاتورية على كل مناطق إيران الحساسة، وهنالك ميليشيات أجنبية مثل ميليشيات عراقية تقوم دائما بفضفضة جميع العصيان المدني والمظاهرات في كل أماكن إيران. بالتالي النظام الإيراني وهو يعني صاحب القبضة الإرهابية وشديدة السطوة داخل إيران، فهكذا سيناريوهات من المستحيل يعني أن تغلب النظام الإيراني. نعم أستاذ طارق. هناك نعم، عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.